مشاهدين الكرام، مرحبا بكم وتحية عطرة لكل أصدقاء القناة. شكرا لهم على الكلام ديالهم الزوين اللي كيخليونا، وشكرا على المتابعة ديالهم وعلى التواصل ديالهم. فكما كتشوفوا هذا النهار خرجت ياسمين، الجو صراحة ربيعي، جو غزال، خرجت الشميشة الحمد لله يعني. وقلنا هذه فرصة باش حتى ياسمين يعني تضرب فيها الهواء وتخرج شوية، لأنه بزاف د المرات ظروفها الصحية ما كتسمحش. والحمد لله على كل حال. المهم مرحبا بكم مرة أخرى، وإن شاء الله غادي نديرو جولة خفيفة هنا في المدينة ديالنا الصغيرة، ومن بعد غادي نمشيو لواحد البلاصة كنتمنى إن شاء الله تعجبكم، وكنتمنى نكونوا خفاف على قلوبكم. فيوم سعيد للجميع. شوفوا هنايا مازال يعني المحلات الأغلبية شادين، فهاد المنطقة هذه صراحة هي منطقة سياحية بالدرجة الأولى، وأغلب السكان المدينة أو هاد النواحي ديال يعني برشلونة أو جهة كاتالونيا كاملة، الناس كتعتمد على السياحة وعايشين بالسياحة. فكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يهز علينا هاد الوباء وترجع الحياة للطبيعة ديالها. Hemos vivido aquí adentro. وهنايا على بركة الله دخلنا لهذا المحل المغربي لبيع الأتات، وخاصة يعني الصالون التقليدي المغربي وكذلك العصري. فما شاء الله تبارك الله على الصانع المغربي وعلى الحرفة التقليدية أو الحرف التقليدية المغربية اللي ما شاء الله دائما متألقة ودائما يعني فيها إبداع، فيها جمال، وفيها أصالة مغربية. فما نطولش عليكم بالهضرة ونخليكم تستمتعوا بهذه التحف الفنية الأصيلة المغربية. فمرحبا بكم وفرجة ممتعة.